السلام عليكم شباب، معكم علي اوتاكو جيمر. اليوم راح اشرح لكم التحديات الجديدة وبرضه حنفتح الهدية الجديدة. خلينا نفتح الهدية على السريع، المفروض تكون نزلة بالضبط مثل ما سربت لكم بهذاك المقطع ثقوط الثلج. بس مطالعة، خلينا نروح، لو رحنا على النزلات ورحنا على الجديد راح نلاقيها. هاي هي اجتنا سقوط الثلج، فهاي هي الهدية لليوم الرابع. قبل ما نبدأ شباب، لايك اشتراك على السريع، وهي قائمة آخر 10 مشتركين بالقناة. لو حبيت قناتك تطلع بالمقطع القادم كل اللي عليك تشترك يا أسطورة، ولا تنسوا الكود الدعم الله يسعدكم A19 تحطوه عنكم إذا حبيت تشتري شيء من المتجر. يلا خلونا نبدأ بشرح التحديات. طبعا امبارح يا شباب كان في مشكلة في التحديات مثل ما كم شايفين، واليوم مفروض تم حلها. حنفوت هلا الجيم ونجرب نحل التحديات مع بعض، والمفروض كمان توفرت يعني بعد ما تخلص هدول التحديات تحديات ثانية راح اشرحهم كلهم. يلا خلونا نبدأ. طبعا شباب هدول التحديات هي اخر تحديات، فعشان هيك هذا المقطع هخليه من اول تحدي لاخر تحدي نزل بالشحن السريع، فهترككم مع التحديات اللي نزلت امبارح واول امبارح، وطبعا راح اترككم بعدها مع التحديات الجديدة. طبعا شباب هاشرح اول شيء تحديات اسمها الشحن السريع. التحديات هي جدا سهلة. طبعا اول تحدي بيقول لك انزل احد هاي البيوت، حاطي لك بكذا منطقة، فلما تنزل في بيت معين حيخلص معك دغري التحدي. هاي خلوني اخلص التحدي. اوكي خلص التحدي يا شباب. طيب المهمة الثانية شو تقول لك؟ بيقول لك افحص مخابئ الهدايا المسروقة. حاطيكم كذا موقع، المهمات مفهومة نوعا ما، ولكن بنسويها معكم يا شباب عشان الناس اللي ما تفهم او ما تعرف تقرا تعرف تحلها، انه في ناس فعلا ما بتعرف تقرا. طيب شباب دخلت الجيم، طريق الباص حيكون من هون، لازم شباب بالتحديد تحطوا هيك تمام. وهلا بننزل عند المكان بالتحديد، هو يطلب مني اني افحص شيء شكله هديه او هيك شيء. على الثانيه حاطين عليها علامه تعجب مثل ما كم شايفين، في كذا وحده باين. شوفوا يا شباب المكان في وجهنا مثل ما كم شايفين، وبنضغط عليها وباقي لنا بس مكان كمان وبنخلص التحدي الثاني. فوق تجي على الخيمة ذي، ايوه، وبس تضغط عليها كذا وخلصت معنا المرحلة الثانية من التحدي. التحدي الثالث كان امبارح في مشكلة، الجزيرة ما تغيرت. هلا حاليا تم حل المشكلة، الجزيرة تغيرت. كل عليك بس تطلع لفوق هيك على الجزيرة، تتمشى هيك فيها، بتلاقي التحدي الثالث خلص معك بكل سهولة. التحدي الرابع كل عليك تروح لهي المنطقة، حتلاقي فيها البوت تاع السكن المجاني. كل عليك انك تتكلم البوت هذا وخلص، خلصت معك التحدي الرابع وخلص الستيج الاول من التحديات. التحدي الاول من الستيج الثاني كل عليكم شباب تجوا على المنطقة اللي يكون عليها اللون الاصفر، مو شرط اي منطقة حرفيا، بتجي بتطلق على هذول ثلاثة منهم مثل ما كم شايفين، بس تطيح ثلاثة منهم وبيخلص معك التحدي. التحدي الثاني شباب كل عليكم تنزلوا بهاي المنطقة تمام. بعد ما تنزلوا كل عليكم تتنكروا برجل ثلج قدام في بوت هنيك حيكون، فبيلحقكم اول ما تجوا حيلحقكم، فلازم تتنكر على رجل الثلج. فهلا ان شاء الله بلاقي رجل الثلج ونحل التحدي سوا. اوكي شباب لقينا رجل الثلج، انت حظك، يمكن يطلع لك بالصندوق يمكن ما يطلع لك، احنا بس علينا نتخبى فيها قدام البوت اللي حيكون فوق هذا. ودري وين؟ لا 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 لا، هو لازم هيك تتنكى. لا 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 لا، هو لازم اللي فهمته انه يكون هيك تنكر تخبى منه او هيك شيء. هيك مكتوب بالتحدي هون، بيقول لك استخدم تنكر رجل الثلج المخفي قرب من كرابوس ومخبأ البوت هذا. هاي استخدمته، المفروض التحدي يتحسب، المفروض او بهذه المنطقة بالضبط نستخدمه يا شباب. هنا تحت يعني، ايوه مثل ما كم شايفين انحلت. الستيج الثالث بيقول لك كبس هيك وبنحل معنا التحديين، والستيج الرابع بيقول لك غالبا تجلده لهذا البوت اللي خلينا نشوف. بيقول لك ساعد على اقصاء لانقاذ مهرجان الشتاء، يعني لازم نجلده لهذا. وهي لوتنا، شوفوا لازم نجلده على السريع. ول 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 ول
يضرب اكس. ايوه تم جلده بنجاح وهر منه لوت. وهي خلصنا الستيج الثاني كله يا شباب. اي شباب فتنا جيم بيقول لك اجمع عنصرا في هديه قدمها، اجمع عنصرا من في هديه وقدمها الى رقيب الشتاء. يعني حتى صيغه التحدي غيروها يا شباب، لانه فعلا يعني شو كانوا كاتبين امبارح. هلا اللي بيقول لك يعني لما تروح لعنده غالبا حيرمي لك هديه، وبعد ما يرميها زدت له اياها، قدم له اياها، المهم انه تعطيها اياها. المفروض يا شباب البوت تكون موجود هون بهالمنطقه، نقدر نكلمه يزدت لنا هديه اي شيء. مثل ما كم شايفين ليكو امبارح ما كان موجود، عرفت علي؟ خلينا نفتح الهديه. ايوه المفروض انا اذا رحت لعنده اعطيها. خد يب بالضبط، هو بيزت هديه وناخذ الهديه وناخذ الاسلحه اللي جواتها وبيخلص التحدي. هلا فتحت معنا الستيج الثاني، بيقول لك الستيج الثاني اوصل الطرود الى وجهتها الصحيحه، حاطط لك نجوم واشياء هيك، فحنروح عليها ونشوف ايش يقصدوا. طيب شباب مثل ما كنتم شايفين وصلنا على المكان وحاطين علامه زرقاء، فشكله لسه لازم نعمل لها بحث وهيك. خلينا نروح نشوف. يب يا شباب تعمل لها تنحسب واحد، بدك تروح على ثلاث مدن. هاي رحنا على المدينه الاولى، نروح على المدينه اللي بعدها، وهي انحسبت المره الثانيه. نروح على المكان الثالث، وصلنا على المكان الثالث يا شباب. خلينا نروح ليتس جو. وهي خلص معنا المرحلة الثانية يا شباب. دخلنا جيم ثاني بيقول لك ضع كائنات الثلج الاحتفالية، هي المرحلة الثالثة من التحدي. طبعا بما انه احنا اول الباص ننزل هون تحتنا، اعطيكم عليهم نجم يعني ما يحتاجون شرح، بس حبيت انزل لكم كل شيء مثل ما كم شايفين يعني ايزي. طبعا ما تجي لهون بتلاقوا في لانش باد هون، دغري بتحطوا العلامة هون عشان تعرفوا وين رايحين، وتستخدم اللانش باد وبتروح على المكان الثاني على السريع. ونحل المكان الثاني. هلا باقي المكان الثالث، وهذا المكان الثالث. يلا ليتس جو ونحل معنا المرحلة الثالثة. خلينا نشوف المرحلة الرابعة شو تقول لك. بقول لك ارقص مع بوكسي العضلات او رقيب الشتاء. طيب بما انه الزون هذاك برات الزون، فاحنا نجي لهون بهذا المكان، نروح لهنيك ونرجع لكم. المفروض يكون في بوت هون يا شباب، ندخل لعنده. ايوه نجي نرقص له رقصة، وبنحسب معنا المرحلة الأخيرة. طيب شباب هيك نعتبر انه أكملنا تحديات الشحن السريع، يعني ما صفى أي مهمة نسويها. فانتظرونا لما تتوفر مهام مهرجان الشتاء عشان أعرفكم كيف تجيبوا الأكس المجاني. طبعا انا مثل ممكن تلاقوا لقطات قديمه، لقطات جديده تصورت هلا، ححط لكم كل التحديات بمقطع واحد، يعني بيكون فيديو بعنوان شرح جميع تحديات الشحن السريع. المهم شكرا لكم على المشاهده، لا تنسوا كود الايتم شوب واللايك والاشتراك. مع السلامه.